دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأها من شارع رمسيس في اتجاه التحرير. الشارع في هذا التوقيت بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات. الكثافات بتبدأ من ميدان رمسيس وصولاً لمحطة مترو جمال عبد الناصر والإسعاف. هنروح العتبة هنلاقي فيه سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع طبعاً يكون فيه بعض الكثافات المرورية خلال الساعات القادمة. شارع صلاح سالم بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر، وهناك هنلاقي كثافات مرورية. بعد تقاطع الكوبري هنلاقي فيه الكثافات بدأت تقل شوية بشكل تدريجي، لكنها ما اختفتش ولسه مكملة لحد مستشفى العباسية، وهتبدأ الكثافات تختفي عند محطة مترو الاستاد. نروح لمحافظة الجيزة في شارع الهرم من بداية شارع المستشفى، في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة، لكن لو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم هنروح شارع فيصل، بيشهد طبعا في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل واصلة لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي فيه كثافات مرورية كبيرة وهتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. محور 26 يوليو بيشهد كثافات مرورية بسيطة، لو أنت متجه من أكتوبر للمهندسين ممكن تاخد طريق محور 26 يوليو البديل، مفيش فيه أي كثافات وهيوصلك لميدان سفنكس. أما لو جاي من أكتوبر ورايح لطريق فيصل والهرم فيفضل محور المهندس شريف إسماعيل، فيه سيولة مرورية كبيرة جدا وهيوصلك في دقايق. هنروح محافظة الإسماعيلية هنلاقي إن الطريق رقم 6، هذا الطريق بيودينا طبعا لطريق أحمد أبو زيد، بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي هتفضل مكملة. وندخل طبعا شارع الطيار إسلام عبد اللطيف هنلاقي فيه برضو بعض الكثافات النسبية غير المؤثرة على حركة السيارات، لكن لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة، نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في برضو كثافات نسبية وفي كثافات متقطعة، كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دي كانت جولة سريعة في أحوال الشوارع. دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. النهاردة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الجو النهاردة هيكون معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة هتكون 29 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 26 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل ولكن بعد قليل.